بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن النوري في سلسلة شرح المواد العلمية لأرشدني. اليوم بنتكلم عن Lecture Biology اللي هو Introduction to Viruses. بنتكلم عن الفيروسز بشكل عام. فنبدأ المحاضرة. يقول لك viruses lead a kind of borrowed life between life forms and chemicals. الفيروسز هي يعني قصد في الكلام ذا not living وتحتاج الخلايا الثانية عشان يعني تتكاثر، فعشان كذا يقول لك a kind of borrowed life between life forms and chemicals. The origins of molecular biology lie in early studies of viruses that infect bacteria. اللي هي البكتيريوفاجس، يعني بداية أو أصول المولكيولر بيولوجي، الأحياء تدرس عن مثلا الـ RNA الـ DNA والبروتينز، كلها جت يعني من أصل دراسات على البكتيريوفاجس اللي هي الفيروسات ذات يعني تأثر على البكتيريا أو infected. هنا معطيك صورة، هذه هي الفيروسز. فيروسز مرة صغيرة، مرة صغيرة، فهذه كلها فيروسز على خلايا بكتيرية. بس هذه بس صورة توضح لك البكتيريوفاجز. يقول لك فيروسز are not cells or organisms، زي ما قلت في البداية، cannot reproduce on their own. يعني الفيروسات مو حية وتحتاج خلايا ثانية زي بكتيريا أو خلايا الإنسان مثلا عشان تتكاثر. خلاص viruses are very small زي ما شفت في الصورة infectious particles. خلاص نسوي infection للخلايا consisting of nucleic acid، هي تكون DNA أو RNA enclosed in a protein coat. يعني الفيروسز بشكل مختصر مكونة من DNA أو RNA، خلينا نقول مثلا هذا الـ DNA مغطى بروتين كوت، هذا بروتين كوت، هذا اللي يعني مرة يعني بشكل مبسط تركيب الخلايا، معلش الفيروسات. الحين نقول لك فيرال جينومز، الفيروسات يا انها تتكون من دي ان اي او ار ان اي، وممكن الار ان اي يكون دبل، ممكن يكون سنجل، والدي ان اي كمان نفس الشيء ممكن يكون دبل، ممكن يكون سنجل. خلاص فdepending on its type of nucleic acid a virus is called a DNA virus or RNA virus. لو كانت الفيروس تحتوي على DNA نسميها DNA virus، ولو تحتوي على RNA نسميها RNA virus بغض النظر هل هي double أو single stranded. حنقولك هنا a capsid is the protein shell that encloses the viral genome، اللي هي البروتين كوت بشكل عام. capsids are built from protein subunits called capsomeres. capsomeres هي يعني proteins أو بروتينات تكون لك الكابسيد. A capsid can have various structures، وحنشوف ايش يقصد هنا. هذا الكابسيد ممكن يكون شكله كذا، شكل حلزوني، ممكن يكون له يعني زي ذا الشكل، له عدة أوجه نسميها icosahedral، وهذه ممكن تكون مكورة، وممكن يكون بهذا الشكل الفيرال ستراكشر، هذا شكل معقد مرة وممكن يكون شكله كذا. bacteriophages also called phages are viruses that infect bacteria، زي ما قلنا في البداية bacteriophages فيروسات تأثر على البكتيريا. they have the most complex capsids found among viruses. هذا اللي شفته، هذا هو البكتيريوفاج شكله كذا، فشكله معقد. phages have an elongated head that encloses their DNA زي ما شفنا في الصورة دي. elongated head يعني رأس طويل مغطى فيه أو جواته الـ DNA. A protein tail piece attaches the phage to the host and injects the phage inside injects the phage DNA inside. يعني لما خلينا نقول هذه مثلا بكتيريا جت
الفيج، خلاص شكله كذا تقريبا. هذه اللي هي التيل، بروتين تيل بيس، attaches to the bacteria، خلاص attaches to the host اللي هي البكتيريا في الحال، ويقدر من عن طريق التيل يقوم يدخل الدي ان اي داخل زي كذا. خلاص viruses are obligate intracellular parasites. obligate معناتها لزومي، يعني لازم يكون لها خلايا ممكن تدخل فيه. intracellular، intra معناتها داخل، cellular اللي هي الخلية تكون داخل خلية، which means they can only reproduce within a host cell. يعني الفيروسات ما تقدر تتكاثر إلا عن طريق انها تكون داخل خلايا ثانية. خلاص each virus has a host range, a limited number of host cells that can infect. يعني الفيروسات مو كل شيء ممكن تسوي له infection، هي يعني محددة معينة very specific، بس تسوي infection لخلايا محددة. يقول لك once a viral genome has entered a cell، لما ال viral genome يا يكون DNA و RNA يدخل الخلية، the cell begins to manufacture viral proteins. تدخل الخلية وتصنع بروتيناتها، بروتينات ال virus. يقول لك the virus makes use of host enzymes زي الرايبوسومات، تكون تسوي البروتينات وال tRNAs، وكمان تساعد في العملية ذي amino acids, ATP وأشياء كثيرة. يقول لك viral nucleic acid molecules and capsomeres spontaneously self assemble into new viruses. فخلينا نشوف هذه الصورة توضح لك ايش الكلام معناته. أول خطوة الفيروس عشان يدخل الخلية entry and uncoating، يعني entry تقوم تدخل خلاص زي هذه، تقوم تدخل هنا، بعدين uncoating. uncoating يعني تطلع الأشياء اللي بداخلها، والأشياء اللي بداخل الفيروس في ذا الحال هو الـ DNA والـ الـ capsid proteins. هذه هي الـ capsid proteins خلاص، وهذه الـ DNA. فخلص الخطوة الأولى. الحين الخطوة الثانية replication. replication يقوم يسوي DNA جديد، فيقوم يسوي DNA replication عشان يكون أكثر من DNA، وفي نفس الوقت يطلع mRNA. وال mRNA mRNA هي اللي تكون بروتينات الكابسيد. خلاص فلما يصيرون مع بعض خلاص دحين يصير ترانسكريبشن مانيفاكتشر، اي زي ما قلت هنا ال mRNA يسوي ترانسكريبشن وتطلع بروتينات، وهذه الكابسيدز والدي ان اي يتحدون مع بعض خلاص، ويكون لك فيروسات جديدة وتطلع الخلية، تطلع من الخلية self assembly of new virus particles and their exit from the cell. هذه طريقة replication حق الفيروس. فما تقدر تسوي الفيروس ما يقدر يتكاثر إلا عن طريق داخل الخلية، لأن الخلية فيها الأشياء اللي تحتاجها الفيروس زي ما قلنا الرايبوزومز والتي ار ان اي والامينو اسيدز والاي تي بي وكل ذا الشيء، كل الأشياء دي. And you go like phages are the best understood of all viruses. Phages have hand phages and طريقتين انها تتكاثر، يا تكون lytic cycle او تكون lysogenic، او ممكن يكون اثنينهم مع بعض. حنشوف كيف يصير مع بعض. الحين نتكلم عن lytic phase. Lytic phase او cycle is a phage reproductive cycle. إيه نسيت أقول لكم إن اللايتيك سايكل والسلايسوجينيك سايكل بس تصير في البكتيريوفيجز، بس يعني تصير في الفيروسات اللي تتكاثر داخل البكتيريا. خلاص زي ما نقول اللايتيك سايكل is a phage reproductive cycle that culminates in the death of the host cell. لايتك جاي من كلمة لايسس، لايسس يعني يكسر أو يعني مثل ذا الشيء. فلايتك سايكل يسبب يعني إنه الهوست سيل اللي هي البكتيريا إنها تموت. خلاص ذا
The lytic cycle produces new phages and digests the host cell wall, releasing the progeny viruses. Progeny اللي هي new viruses اللي تطلع. A phage that reproduces only by the lytic cycle is called a virulent phage. خلاص الفيجز اللي بس تستخدم lytic cycle نسميها ال virulent phage. وال virulent معناتها خبيثة, يعني خبيثة لأنها تسبب أن البكتيريا تموت كل مرة, كل مرة تتكاثر تموت البكتيريا تموت, فعشان كده سموها virulent. بكتيريا كل بكتيريا have defenses against phages including restriction enzymes that recognize and cut up certain phage DNA. الفيج DNA لما يدخل ال restriction enzymes تقوم يعني كيف أقول لكم يعني خاص يعني توخر ال أو تحمي البكتيريا أنها يصير لها مشكلة من الفيروس اللي دخلها. لكن ممكن بعض الأحيان لو الـ restriction enzymes يعني ما صارت تشتغل لأي سبب لأي سبب, ممكن الـ lytic cycle يفوز يعني حق الفيروس. حنعطينك مثال هنا اللي هو الـ lytic cycle of phage T4. T4 بس مسمى يعني البكتيريوفاج معين. خلاص اول شيء الاتاتشمنت, هذه هي البكتيريوفاج شكلها كذا, تقوم تسوي اتاتشمنت تتصل او ايه تقوم تتصل على البكتيريا. خلاص بعدين زي ما قلت لكم الدي ان اي او الفيرال جينوم يقوم يروح داخل البكتيريا عن طريق التيل. خلاص and degradation of host DNA. خلاص ليه degradation؟ لأنه قاعد لأنه الفيرال جينوم تستخدم الماشينري حق الهوست سيل اللي هي الرايبوزومز والمثل دي الأشياء عشان تسوي له ريبليكيشن. خلاص عشان كذا يعني ما يعني ما يصير لهم ريبليكيشن كويس, يعني اللي هي الهوست دي ان اي, الهوست دي ان اي اللي هي البكتيريا يعني. خلاص ف خلاص استخدمت الفيرال جينوم خلاص يعني سوت ريبليكيشن لنفسها, خلاص يصير سينثيسيس اوف فيرال جينومز اند بروتينز زي ما قلنا لكم. خلاص بعدين اسمبلي اسمبلي يعني هذا هو الاسمبلي. اسمبلي يجي تيلز تدخل مع التيل فايبرز تدخل مع التيل والهيد يدخل معهم كمان عشان يكون لك الفيج. بعدين ريليس خلاص يقومون يطلعون ويدمرون البكتيريا, هذه هي اللايتيك فيز. الحين نجي لللايسوجينيك فيز. هو اللايسوجينيك ما يسبب ان يعني او ما يدمر البكتيريا. replicates the phage genome without destroying the host اللي هي البكتيريا, ما تدمرها. the viral DNA molecule, لكن الفرق هنا في اللايسوجينيك انه الـ DNA molecule حق الفيج يقوم يدخل نفسه في الـ في الـ DNA حق البكتيريا. خلاص فخلينا نقول هذه مثلا الـ DNA حق البكتيريا وهذا مثلا الـ DNA حق الفيرال جينوم, يقوم يدخل نفسه هنا فيصير كذا. خلاص فيصير شكله كذا تقريبا, يعني يدخل نفسه في الهوست سيل كروموزوم اللي هي البكتيريا. This integrated viral DNA is known as a prophage. البروفيج هذا التسمية انه لما ال DNA حق الفيج يدخل مع ال DNA حق الهوست, خلاص كذا نسميه بروفيج. خلاص the integrated viral DNA. Every time the host divides its copies, the phage DNA and passes the copies to daughter cells. مدام انه دخل نفسه في ال في الهوست DNA, host DNA حيصير له replication كالعادة وحيكون معها الفيرال جينوم. فالهوست دي ان اي كل ما له يعني تكاثر كل ما كثر كمان الفيج دي ان اي. خلاص و
لمن يكثر نفسه اكثر من مره، يعني من كل مره يصير ريبليكيشن، يقول لك الانفايرمنتال سيجنال كان تريجر ذا فايروس جينوم تو اكزيت ذا بكتيريال كروموزوم اند سويتش تو ذا لايتيك مود، يعني اللايسوجينيك. ممكن يعني فترة يقوم يطلع الفيرال جينوم من الدي ان اي حق الهوست، وبعدين يتحول لايتيك مود، يتحول يعني يدخل لايتيك سايكل. يقول لك هنا phages that use both the lytic and lysogenic are called temperate phages. Temperate phages عندهم both cycles، عندهم اللايتيك عندهم اللايسوجينيك. الحين هنا بيوضح لك اللايتيك واللايسوجينيك cycles وكيف تدخل مع بعضها يعني cycles. أول شيء نبدأ بالفيج، خلاص الفيج بيرتبط مع البكتيريا، والفيج دي ان اي زي ما قلنا بيروح يعني من خلال التيل ويدخل نفس يعني الفيج دي ان اي تقوم تدخل داخل البكتيريا دحين، وبعدها الفيج دي ان اي تصير على شكل دائرة هنا. خلاص دحين هنا في ذا الستيب عندها الخيار يا يعني انها تروح لللايتيك سايكل او انها تروح لللايسوجينيك سايكل. خلينا نبدأ باللايتيك سايكل. لايتيك سايكل زي ما قلنا الهوست دي ان اي اللي هي البكتيريا دي ان اي حتتدمر حتروح، والفيج دي ان اي حتستخدم الرايبوسومات الرايبوزومز والاي تي بي وكل الاشياء اللي تستخدمها البكتيريا الريبليكيشن دي ان اي ريبليكيشن. فالفيج دي ان اي حتكون لنفسها بروتينات وحتنسخ الدي ان اي حقها وحتكون لك اكثر من فيج عن طريق الاسمبلي يعني. وبعدها لما يتكون الفيجز ذولي تدمر الخلية البكتيرية وخلاص يطلعون الفيجز، هذه نسميها اللايتيك فيز اللايتيك سايكل. طيب دحين ندخل اللايسوجينيك سايكل. زي ما قلنا اللايسوجينيك الفيج دي ان اي بتدخل نفسها في البكتيريا دي ان اي، خلاص ويعني كأنه ما صار شيء، البكتيريا حتكمل الريبليكيشن لكن حتكمل كمان ريبليكيشن حق البروفيج. البروفيج زي ما قلنا الانتجريتد فايرال جينوم داخل البكتيريا دي ان اي، فحتتكاثر البكتيريا ومعها البروفيج وحتكون لك اكثر من خلية بكتيرية بذا الشكل، خلاص حتكون لك اكثر من بكتيريا ومعها الفايرال جينوم. ويقول لك هنا occasionally من فترة من الفترات ممكن يتحول اللايسوجينيك سايكل الى اللايتيك سايكل، فعشان يتحول اللايسوجينيك سايكل الى لايتيك سايكل لازم البروفيج يطلع من البكتيريا دي ان اي، فحيصير شكله كذا خلاص. فاللايسوجينيك حيكمل كذا لكن عشان يتحول من لايسوجينيك الى لايتيك لازم يطلع نفسه من البكتيريا دي ان اي، وبعدين يقدر يكمل اللايتيك سايكل، حيروح يكون فيروسات زي كذا وبعدين حيدمر البكتيريا. And you know, good luck. There are two key variables used to classify viruses that infect animals. The حن خاص طلعنا عن موضوع البكتيريوفاجز. The حن نتكلم عن الفيروسات اللي تأثر على الحيوانات. فيقول لك two key variables متغيرات. يا يكون هل هو يعني DNA أو RNA، هل هو single stranded ولا double stranded زي ما قلنا في البداية. يقولك many viruses that infect animals have a membranous envelope، يعني زي ما قلنا في البداية مثلا خلينا نقول هذا دي ان اي ومعها الكابسيد وممكن يكون معه غلاف ثاني اللي هو الممبرينيوس انفلوب. ممبرينيوس انفلوب مكونة من جلايكوبروتينز،
خاص على الانفلوب. والجلايكوبروتينز هذه هي ال يعني تقدر ترتبط مع الريسبتورز حق الهوست سيل، حق الانيمال هوست سيل. تقدر عندها الجلايكوبروتينز ريسبتورز خاص تقدر ترتبط مع الهوست سيل. يقول لك some viral envelopes are formed from the host cell's plasma membrane as the viral capsids exit. وحنشوف في الصورة هذه دحين، هذا هو ال RNA، هذا الكابسيد اللي يحيط بالفيرال جينوم، وهذا الانفلوب with glycoproteins. خلاص الجلايكوبروتينز حتقوم ترتبط مع ريسبتورز في الخلية، خلاص. ولما ترتبط تقدر بعدين تدخل نفسها في ال في الهوست سيل، خلاص. ف ويروح منها الجلايكوبروتينز. جلايكوبروتينز بس وظيفتها ان يعني تدخل الفيروس داخل الهوست سيل، لما تدخل خلاص تكمل يعني ريبليكيشن حقه. هذا الفيرال جينوم كان طلع، هذا التمبليت عشان يعني تكون لها كوبي ال RNA، وتكون كمان mRNA. mRNA حتستخدم تكوين بروتينات الكابسيدز، كابسيد بروتينز، وحتكون كمان الجلايكوبروتينز. اما ال RNA حتكون الجينوم يعني خلاص. الكابسيد حيتحد مع الجينوم عشان يكون لك هذه، خلاص. بعدين يطلع مع الجلايكوبروتينز. لو ما كانت موجودة الجلايكوبروتينز ممكن هذه الفيرال جينوم مع الكابسيد بس بدون الممبرينس انفلوب ممكن تاخذ تاخذ البلازما ممبرين، بروتين من البلازما ممبرين، ويصير شكله كذا، خلاص. ف هذا يعني معنى كلام اللي زي اللي قلنا ذا some viral envelopes are formed from the host cell's plasma membrane، يا يعني انها تكون لنفسها زي في ذي الحالة تكونت لنفسها glycoproteins، او ممكن تستخدم البلازما ممبرين glycoproteins وتطلع نفسها عن طريقه يعني، خلاص. The broadest variety of RNA genomes is found in viruses that infect animals. ال RNA يعني تغييراتها هي اللي يعني تكون موجودة أكثر شيء في الفيروسات اللي تأثر على ال animals. الحين نجي لل retroviruses. Retroviruses use reverse transcriptase to copy their RNA genome into DNA. احنا تكلمنا في البداية انه الـ RNA حيسوي كوبي لنفسه وحيكون RNA، صح؟ والـ DNA حيسوي كوبي لنفسه وحيكون DNA. لكن الـ retroviruses تقدر تتحول الجينوم حقها من RNA إلى DNA عن طريق أي انزيم اللي هو ذا reverse transcriptase. ولازم أقول لكم إن reverse transcriptase بس يحول الـ RNA الى دي ان اي بس، لكن لو لو الفيروس يبغى يتحول من الدي ان اي الى الار ان اي يستخدم انزيم اسمه ار ان اي بوليميريز. سبيلينج حقه خطا، بوليميريز خلاص. ف ريفرس ترانسكريبتيز تحول الار ان اي الى دي ان اي، لكن ار ان اي بوليميريز يحول الدي ان اي الى ار ان اي عكس. وما اعطيك مثال هنا ال HIV اللي هو الايدز، هيومن immune deficiency virus is the retrovirus that causes AIDS acquired immune deficiency syndrome. HIV هو الفيروس، لكن وال ايه ال HIV هو الفيروس ويقدر يسبب السندروم اللي هو acquired immune deficiency syndrome. هنا طريقة الريبليكيشن حق ال HIV، خلاص. HIV عنده double stranded RNA مع الكابسيد ومع الجلايكوبروتين مع الفيرال انفلوب، يقوم يدخل نفسه زي بذي الطريقة، خلاص. الجلايكوبروتينز تقوم ترتبط مع الجلايكوبروتينز حق الهوست سيل،
ويصير له انكوتينج. انكوتينج تقوم تطلع ال ار ان اي ويطلع الكابسيد بروتينز. دحين الفايرال ار ان اي بيحول نفسه الى دي ان اي عن طريق الريفرس ترانسكريبتيز. فهذا هو ار ان اي. استخدم الريفرس ترانسكريبتيز حيكون له ار ان اي دي ان اي هايبريد، لسه يعني ما اكتمل مره، بس الار ان اي ذا صار له ريبليكيشن لكن الدي ان اي. وبعدها الدي ان اي ذا حيروح نفس الشيء للريفرس ترانسكريبتيز، لا معلش، حي بس لو اقدر، ما ضبط. طيب دحين ال دي ان اي هذا خلاص حيسوي لنفسه ريبليكيشن عشان يكون دبل ستراندد، او الدي ان اي العادي يعني اللي نشوفه كذا. بعدين يدخل نفسه في النيوكليوس ويصير برو فيروس، مو بروفيج لانه هذا مو بكتيريا، برو فيروس. يقوم يدخل نفسه في الهوست دي ان اي زي اللايسوجينيك زيها خلاص. وبعدين يتحول ار ان اي زي ما قلت لكم عن طريق الار ان اي بوليمريز خلاص. و الار ان اي حيتكاثر هنا، حيسوي كوبي لنفسه، وحيتحول الام ار ان اي عشان يكون البروتينات الكابسيد بروتينز. فالكابسيد بروتينز مع الار ان اي جينوم حيتحدون مع بعض، وبعدين يطلعون من الخلية يستخدمون الجلايك بروتينز حق الخلية وتطلع نفسها خلاص. The viral DNA that is integrated into the host genome is called a provirus. خلاص يقول لك هنا unlike a prophage, a provirus remains a permanent resident of the host cell. البروفيج شفنا في اللايسوجينيك سايكل ممكن يدخل في اللايتيك سايكل صح، وخلاص يعني يطلع نفسه من الهوست دي ان اي، لكن البروفيروس يظل يعني قاعد في الهوست سيل بيرمننت ريزيدنت خلاص. ذا هوست ار ان اي بوليمريز زي ما قلت لكم في البدايه ترانسكرايبس ذا بروفايرال دي ان اي انتو ار ان اي مولكيولز. RNA polymerase يحول DNA إلى RNA. Reverse transcriptase يحول RNA إلى DNA. خلاص. The RNA molecules function both as mRNA for the synthesis of viral proteins and as genomes for the new virus particles released from the cell. واضحة زي ما تكلمنا عنها. RNA ممكن يتحول mRNA عشان يكون بروتينات أو يظل زي ما هو ويتكاثر، وبعدين في لما يتكاثرون مع بعض يتحدون مع بعض عشان يسوون الاسمبلي ويطلعون من الهوست سيل. يقول لك هنا diseases caused by viral infections، الامراض اللي تصير من viruses affect humans, agricultural crops and livestock worldwide. يعني تقدر الديزيزات تأثر على البشر او النباتات او الحيوانات اللي هي livestock. يقول لك smaller less complex entities called viroids, circular RNA molecules and prions also cause disease in plants and animals respectively. الفيرويدز تسوي infection للplants خلاص، والبريونات تأثر على الانيمالز. Smaller less complex entities هذا نوع من الفيروسات. Viruses may damage or kill cells by causing the release of hydrolytic enzymes from the lysosomes. Viruses كيف تأثر على الخلية؟ ممكن تطلع hydrolytic enzymes، الإنزيمات هذه تدمر يعني البروتينات الداخلة في الخلية اللي هي من اللايسوسومات. هاي الطريقة. ويقول لك some viruses cause infected cells to produce toxins that lead to disease symptoms. بعض الفيروسات تخلي الخلايا الهوست سيل انها تطلع توكسينز وتقوم تدمر الخلايا وتطلع لك الاعراض المرض. ويقول لك others have envelope proteins that are toxic
انفلوب الممبرين، ممبرين انفلوب، ممكن يكون يعني سام الهوست سيل. الفاكسينز اللي هي التطعيمات are harmless derivatives of pathogenic microbes that stimulate the immune system to mount defenses against the actual pathogen. الفاكسينز فكرتها انه الفاكسينز فيها الباثوجين، خلاص الباثوجين يعني يكون فيروس او بكتيريا، لكن يكون فيها عدد قليل جدا، ما يأثر يعني، ما تطلع أعراض ديزيز، أعراض مرة يعني significant أو مرة يعني تأثر. فالفاكسينز تستخدم pathogens صغيرة أو مرة يعني ما تأثر، لكن قادرة إنها تخلي الجهاز المناعي حقتنا إنه تطلع antibodies أو أجسام مضادة ضد الباثوجين، يكون فيروس أو بكتيريا. يقول لك vaccines can prevent certain viral illnesses. التطعيمات لو واحد أخذها ممكن يعني تسد من بعض الأمراض، تكون فيروس أو بكتيريا. يقول لك viral infections cannot be treated by antibiotics. antibiotics أو المضادات الحيوية بس نستخدمها عشان البكتيريا، لكن ما نقدر نستخدمها على الفيروسات. لو نبغى نستخدم شيء ضد الفيروسات نستخدم انتي فايرال دراجز. فانتيبايوتكس تشتغل بس على البكتيريا، والانتي فايرال تشتغل على ضد الفيروسز. يقول لك انتي فايرال فايروس دراجز كان هيلب تو تريت ثو نوت كيور فايرال انفكشنز. هذه بصراحة يعني الجملة هذه مو فاهمة مرة، لكن بس افهم ان يعني الانتي فايرال دراجز ممكن يعني تساعد في ان تقلل اعراض مرض معين. يقول لك emerging viruses are those that appear suddenly or suddenly come to the attention of scientists. emerging يعني تظهر فجأة، emerging viruses تظهر فجأة out of nowhere يعني. خلاص يقول لك severe acute هذه أمثلة على emerging viruses. Severe acute respiratory syndrome or SARS recently appeared in China. هذه يعني فيروس ظهر فجأة في الصين وسبب لهم مشاكل هنا. وعندنا مثلا في السعودية كان في الكورونا فيروس، هذه كانت emerging virus ظهرت فجأة. Outbreaks of new viral disease in humans are usually caused by existing viruses that expand their host territory. يعني هي الفيروسات دي موجودة، لكن لما صارت تأثر على أكثر من هوست خلاص صار عندنا المرض، الأمراض هذه اللي هي الإيميرجينج فيروسز. فلو epidemics الأوبئة are caused by new strains of influenza virus to which people have little immunity. خلاص انفلونزا ممكن يعني يسوي له سترانز جديدة أو فيرال جينوم جديد، والفيرال جينوم الجديد ذا الناس ما عندهم مناعة ضدها، خلاص فعشان كذا يصير الأوبئة فلو epidemics. Viral diseases in a small isolated population can emerge and become global. يعني لما تظهر في الفيرال diseases في يعني مكان صغير مثلا أو مكان ما في ناس كثار، ممكن يروح الأكثر يعني ينتقل لأكثر من واحد ويصير مرة يعني global، يكون عالمي. New viral diseases can emerge when viruses spread from animals to humans. بعض الفيروسات ممكن تنتقل عن يعني من الحيوانات إلى الإنسان. Viral strains that jump species يعني على سبيل المثال humans or animals can exchange genetic information with other viruses to which humans have no immunity. تقدر تسوي ذا الشيء و تأثر على الإنسان. يقول لك دحين these strains can cause pandemics. pandemics
الفرق بين بانديميك وابيديميك. ابيديميك يعني مثلا في منطقة او دولة بس واحدة يعني، خلاص. لكن البانديميك يكون في اكثر من دولة، فيصير اسمه جلوبال ابيديميك. يعني البانديميكس ار جلوبال ابيديميكس، خلاص. إذا ما أعطيك مثال هنا: the avian flu is a virus that recently appeared in humans and originated in wild birds. جت من العصافير الـ avian flu. هنا ما أعطيك صور هذا الـ 1918 flu pandemic. pandemic يعني كان global، سبب لهم مشاكل كثيرة. هذا influenza A virus، نوع من الـ influenza viruses، وصورة من الـ vaccines. يقول لك more than 2000 types of viral diseases of plants are known and cause spots on leaves and fruits, stunted growth and damaged flowers or roots. يعني الفيروسات هذه اللي هي الفيرويدز ممكن تأثر على النباتات وتخلي شكلهم يعني مو طبيعي. Most plant viruses have an RNA genome. خلاص، RNA genome. هذا مثال على الـ stunted growth والأشياء اللي تخلي النباتات يعني مو طبيعية. فيرويدز أو الفيرويدز are circular RNA molecules مكونة من RNA that infect plants. خلاص، البريونز أو البريونات are slow acting virtually indestructible infectious proteins. هذا اللي يخليها خطيرة، indestructible، ما تقدر يعني تدمرها البريونات. و slow acting يعني تظهر في late age. infectious proteins that cause brain diseases in mammals، الحيوانات يعني. ممكن البريونات هذه تسبب مشاكل في المخ، في المخ يعني بعض الحيوانات. يقول لك كيف تشتغل البريونات. prions propagate by converting normal proteins into the prion version. يعني البريونات ممكن تأثر على بروتين طبيعي ويخليه بريون، وحنشوف الصورة بعدها. قدك ما أعطيك أمثلة على البريونات: سكرابي في الشيب، ماد كاو ديزيز، and ما أدري كيف أنطقها، جاكوب ديزيز in humans are all caused by بريونات. هذه بعض الأمثلة يعني على البريونات. هنا معطيك صورة توضح لك بريون. هذا بريون، خلاص. هذا نورمال بروتين، بريون قام جاء على النورمال بروتين ذا وخلاه مثله، خلاص، خلاه صاحبه. فأثر عليه البريون على النورمال بروتين وحوله إلى بريون. لما يتحول بريون يتداخلون مع بعض ويصيرون أجريجيتس، يتداخلون مع بعض زي ذا الشكل. فالتداخل ذا هو اللي يسبب الأمراض في المخ عند بعض الحيوانات. الحمد لله انتهينا من المحاضرة. وكاتب هنا: You should now be able to explain how capsids and envelopes are formed. زي ما قلنا في الـ mRNA تكون capsid proteins، والـ envelopes مكونة من glycoproteins، لسه كمان من الـ mRNA. Distinguish between the lytic and lysogenic. قلنا اللايتيك واللايسوجينيك بس تصير في البكتيريوفيجز. اللايتيك تدمر البكتيريا، واللايسوجينيك ما يدمرها، لكن الفيرال جينوم يدخل نفسه في الهوست او البكتيريا دي ان اي. Describe the reproductive cycle of HIV retrovirus. قلنا ان ال HIV يقوم يدخل ويستخدم انزيم اسمه RNA ترانسكريبتيز عشان يتحول ال RNA حق ال HIV الى DNA، والدي ان اي يقوم يدخل نفسه في ال الهوست سيل، والهوست سيل بعدين يصير له ريبليكيشن، وبعدين يطلع نفسه يعني ال HIV فيروس، يطلع يعني ال RNA حقه عن طريق يستخدم ال RNA polymerase. RNA polymerase يحول الـ DNA الى RNA، والـ RNA بعدين ممكن يسوي replication نفسه، او يتحول لـ mRNA عشان يكون البروتينات، بعدين يصير assembly، وبعدين يطلع الـ HIV من الخلية. و describe viroids and prions
قلنا ان الفيرويدز مكونه mainly of RNA genome وتاثر على النباتات. البريونات تاثر على الانيمال animal cells الحيوانات، ممكن تسبب امراض في المخ. والحمد لله انتهينا من المحاضره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واعذرونا لو في اي خطا في شرحي يعني. مع السلامه.